انا كنت ملكة جمال، دلوقتي انا الناس بتقول عليا مشوهة. عندي حاجات كتيرة جوايا عايزة اعملها في شغلي، محدش هياخدني طبعا عشان شكلي. طبعا انتي عارفة موضوع الخلفة، فانا مش متجوزة ومش هتجوز لان محدش عايز يتجوز حد يعني وما يخلفش. ف مش لازم، يعني ممكن مفيش حاجة حلوة في ال5 سنين حصلت، كان كل حاجة تخلي أي حد ضعيف يموت بصراحة. بس أنا ايه اللي ربنا كان قواكي؟ واقف، وقوفي مع ربنا، كلامي مع ربنا، وصلاتي مع ربنا كله، ودايما بقول له يا رب ما ترجعنيش ملكة جمال. أنا مش محتاجة أبقى ملكة جمال، أنا عايزة أستطعم بس الأكل. ومش لازم أنا، يعني أنا ممكن حضرتك مش عايزني إن أنا أبقى في التمثيل، فعشان كده انا راضيه، انا راضيه مش مشكله خالص. ف حسيت ان ربنا لما اكلموني قالوا لي انت هتسافري وخلاص فتحنا، حسيت ان ربنا بيديني بعد 5 سنين من الديسابوينتمنت ومن العذاب ومن الوحده.